والآن تنضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتبة الصحفية اليمنية منى صفوان. أهلا بك سيدة منى معنا في نشرة الأخبار عبر رؤيا. إذن ضربات أمريكية بريطانية على أهداف و73 غارة في مواقع متعددة باليمن، ما الرسائل التي أرادت أمريكا وبريطانيا إيصالها من خلال هذا الاستهداف؟ أهلا بك. إن كانت هناك رسالة أمريكية فهي رسالة أمريكية وحيدة، وليست فقط لليمن بل لكل المنطقة، أن هذه المنطقة ما زالت تحت النفوذ الأمريكي وأنها تقرر من يفعل ماذا، وبالتالي هو دفاع مباشر عن إسرائيل وجرائم الإبادة التي ترتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ومنع أي قوة عربية من التدخل أو الضغط من أجل إيقاف هذه الإبادة الجماعية وهذه الجريمة الكبيرة التي يقف العالم كله أمامها متفرجا. وبالتالي واضح أن الرسالة هي كانت لكل الأنظمة ولكل الشعوب ولكل المنطقة بأنه يمنع التدخل، لذلك جاء ضرب اليمن. هذا الرد هو رد يستقبله اليمنيون بمزيد من الإصرار، كما هو واضح اليوم من المسيرات التي خرجت ومن رد الفعل السياسي والعسكري والشعبي على كل المستويات. وهنا لا أتحدث فقط عن جماعة الحوثيين في صنعاء، أنا أتحدث عن توحد كل اليمنيين بكل أحزابهم وأطيافهم السياسية والعسكرية وبكل فئاتهم المجتمعية في داخل وخارج اليمن ضد الاعتداء على اليمن وضد أي ممارسات أمريكية تستهدف أن توقف هذه الهجمات التي في البحر الأحمر التي فقط هي للضغط من أجل فتح الحصار على غزة ومن أجل أهالي غزة وأطفال غزة. نعم، هنا نتحدث إذن، تحدثت عن الوحدة اليمنية بعد وإزاء هذه الضربات التي استهدفت عدة مدن في اليمن، ما الإجراءات التي ستتخذها اليمن إزاء هذا الانتهاك لسيادتها وأمنها؟ نعم، نحن هنا نتحدث عن اليمن لا نتحدث على أي جماعة، وبالتالي هناك إجراءات كبيرة ستتخذها. دعني أقول لك أن اليوم هناك التفاف شعبي، أول إجراء هو الالتفاف الشعبي، هو التفويض الشعبي للقوات المسلحة في صنعاء أنها مفوضة بالرد بأي رد عسكري، حتى لو أدى ذلك إلى تصعيد إلى حرب مواجهة ومباشرة، وهذا يعني أن هناك شرعية تحصل عليها هذه القوات المسلحة في صنعاء لاتخاذ أي قرار عسكري كيفما كان. هذا أهم شيء. اليوم هناك مواقف كثيرة من كل الناشطين ومن كل السياسيين، حتى الذين هم مناوئين للحوثيين، حتى خصوم الحوثيين التقليديين والعقائديين والأيديولوجيين والسياسيين عبروا عن رفضهم وعبروا عن وقوفهم مع جماعة الحوثي كما يصفونها برغم الخصومة بينهم، وهذا يعني تفويض حقيقي سياسي وشعبي وعلى كل المستويات للرد، وبالتالي الرد سيكون باسم اليمن، والحرب الآن هي باسم اليمن كلها، اليمن الذي يتعرض لاعتداء، اليمن الذي اليوم يتعرض لهذا الانتهاك، وبالتالي هناك دعوة لأن يكون هناك موقف عربي وإسلامي ليقف مع اليمن، ويعني بشكل ما يشكل ضغطا سياسيا على أمريكا ويدعم الخيارات العسكرية التي قد تتخذها صنعاء. نعم، يعني في إطار الحديث عن هذه الضربات وهذه العملية، أمريكا لطالما في تصريحاتها دعت مرارا وتكرارا إلى عدم توسع إسرائيل في عملياتها لربما لتجنب الدخول بحرب إقليمية واسعة وشاملة، ولكن بماذا يفسر يعني دعوتها لأكثر من مرة وإرسالها لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المنطقة ليقول لإسرائيل بأن لا تذهب إلى حرب إقليمية وتقوم بمثل هكذا عملية، بماذا يفسر هكذا تناقض؟ أشكرك على سؤالك. سؤالك اليوم يعني واضح أن هناك تناقض كبير جدا، هذا ما يجعلنا كصحفيين ومراقبين اليوم نقف مذهولين أمام هذا إحدى التناقضات الأمريكية في المنطقة التي تحذر من حرب إقليمية. ما الذي تعنيه أمريكا بالحرب الإقليمية؟ أمريكا تعني بالحرب الإقليمية هو أي حرب لإيقاف تلك الإبادة الجماعية والمجزرة والجرائم الحرب التي تنتهك في غزة، وبالتالي هي تعتبر أن أي تدخل هو حرب إقليمية، ولكنها ستذهب لضرب اليمن وقد تذهب لضرب لبنان أو العراق، وهذا لا تعتبره حربا إقليمية، وكأنها تسرح في منطقتها وكأن هذه مساحتها وجغرافيتها الخاصة. وبالتالي هذا هو السؤال. أضيفي إلى ذلك أن الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر وعلى رأسها مصر والسعودية كان كلامها صريحا لبلينكن ولوزير الخارجية البريطاني أن حماية البحر الأحمر هي مسؤولية الدول الثمانية المشاطئة له، وبالتالي
يعني ليس على أمريكا وبريطانيا التدخل، وأن تدخلهم الآن يأتي ليس برغبة ولا موافقة ولا شرعية عربية، وهذه نقطة تضاف لما يحدث. يعني نحن نتحدث على أن أمريكا يعني لا تعتدي فقط على اليمن، بل تعتدي حتى على القرار العربي الذي يرفض تدخلها، وقالها صراحة يعني لا يوجد أي قبول. وحتى البيانات اليوم كلها العربية دعت لإدانة أمريكا بشكل غير مباشر، دعوة لضبط النفس، لم تدعم هذه الضربات. ونحن نتحدث على أهمها دول الخليج المجاورة نعم كالسعودية، التي هذا يعني أن أمريكا اليوم هي يعني تذهب بعيدا بأنها لا تعير انتباه اهتماما أو احتراما للقرار العربي نعم في منطقة العرب يعني. نعم كيف تنظرون إلى موقف السعودية والإمارات مما حدث اليوم؟ هناك من يقول بأن هناك تعاون من قبل بعض الدول الخليجية ومن بينها السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لتنفيذ مثل هكذا ضربات، ما تعليقكم على ذلك؟ شوفي، لحد الآن لا توجد زي ما تقولي تصريحات رسمية، يوجد لدينا تقارير إعلامية. السعودية لا نستطيع أن نتعامل إلا بما هو ظاهر، لا يوجد اتهام رسمي من صنعاء للسعودية لحد الآن، ولكن دعيني أقول لك إنه في حال ثبت أي تورط من أي نوع فهذا يعني عودة الحرب الإقليمية. وأنت تعلمين أنه كانت هناك هجمات يمنية على السعودية، وكان الحوثيون لديهم بنك أهداف في المملكة العربية السعودية، هذه المرة يضيفون إلى بنك الأهداف إضافة لمحطات مياه التحلية وأرامكو، يقولون أنهم سيستهدفون المدينة الصناعية في نيوم على البحر الأحمر. وإذا كانت صواريخ الحوثيين استطاعت الوصول إلى إيلات أم رشراش في فلسطين المحتلة، فهي بالتأكيد تستطيع الوصول لأي منطقة في المملكة العربية السعودية. نعم. تقدير شخصي أن السعودية لن تذهب إلى هذه النقطة، تقدير الشخصي كما أعلم أن السعوديين يريدون التهدئة، وهم يريدون عودة الاتفاق بينهم وبين الحوثيين، وعودة الاتفاق بين اليمنيين، وأنها تعمل على التهدئة. وهذا ما نأمله جميعا سيدة منى، ولكن في إطار يعني ردود الفعل العربية إزاء ما حدث في اليمن اليوم، روسيا دعت لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الغارات على اليمن، هل تعتقدون بأن مجلس الأمن سيتخذ قرارا يدين بها الولايات المتحدة الأمريكية، كونه في المرات السابقة كان يندد لربما بتصرفات الحوثيين في البحر الأحمر؟ القرار الأخير كان قبل يومين، كان لإدانة الحوثيين، وامتنعت روسيا عن التصويت مع عدد من الدول منها الصين والجزائر، ولم يكن هناك قرار لضرب اليمن بمجلس الأمن. لذلك روسيا اعتبرت أن ما حدث هو خدعة أمريكية لها في مجلس الأمن، حيث أن هذه الضربة هي تأتي غير شرعية، لم يوافق عليها مجلس الأمن وخارج الشرعية الدولية، لذلك جاء التحرك الروسي في مجلس الأمن. ما الذي يمكن أن يحدث؟ هذا جزء من الصراع بين روسيا وأمريكا. روسيا بالتأكيد لديها وجهة نظر مختلفة عما يحدث في المنطقة والحرب في غزة، وبالتالي نحن نتحدث أنه قد يكون هناك أيضا تصعيد سياسي في هذا الجانب. ودعينا لا ننسى أن هناك الفيتو الأمريكي مقابل الفيتو الروسي، ولكن هل ستنجح أمريكا باستخراج قرار لضرب اليمن؟ واضح أنها فشلت باستخراج قرار لضرب اليمن، فجاءت من فوق القرار ومن فوق الشرعية الدولية، وهذا الآن هو دور روسيا في الأروقة الدولية وبالذات في مجلس الأمن لإعادة أمريكا وتأنيبها بهذا الموضوع، لأن الموضوع هي خلقت النظام العالمي الجديد وهي تكسر هذا النظام، وبالتالي هذا دور الآن المحور الشرقي برأسه روسيا والصين لإعادة تقويم وتصحيح النظام العالمي الجديد والقرارات الدولية. ولكني لا أتوقع أن يكون هناك قرارا دوليا لضرب اليمن بسبب وجود الفيتو الصيني والروسي. نعم أشكرك جزيل الشكر الكاتبة الصحفية اليمنية منى صفوان، كنت معنا عبر رؤيا، شكرا جزيلا.